السلام عليكم، بغيت واحد زريقة دوغاد رويال. اليوم غنتكلموا على العالم ديال الحوت، وغادي نتكلموا على حاجة مهمة. كل مرة كنقولوا الاسم ديالو بالعربية ما كنعرفوش، ولكن غير كنقولوه بالفرنسية كل واحد فينا كيعرفو. اليوم غنتكلموا على زريقة دوغاد رويال. شكرا لكل الناس اللي كيراسلونا او اللي كيتلاقوا معنا وكيشجعونا، شكرا شكرا. ولكن ما نساوش نشكرهم لانهم كيواخذونا على الحوت. كيقول لك اودي كتكلموا على الحوت، الفوائد ديالو الاسماء ديالو مزيان، ولكن ما كتكلموش على الثمن ديالو. نقولها، الثمن ديال الحوت في المغرب غالي، وأكثرية المغرب معروف عالميا بالحوت ديالو. هاني قلتها. نتعرفوا على الموضوع البرنامج ديالنا اليوم، حوت زريقة دوغاد رويال. هو هذا في الصورة، هذا الحوت فطح اللي معروف ان الطول ديالو يقدر يوصل حتى ل 70 سنتيمتر، وفي الوزن يقدر يوصل حتى ل 7 كيلو. الالوان فيه كثيره، مثلا غنلقاو فيه الفضي والرمادي ونقيطه كحلين في العنق ديالو، وشويه ديال الزروقيه وشويه ديال الصفوريه. على ديك هاد الزروقيه والصفوريه داكشي علاش تسمى هكذا. بالعربيه كنقولوا ليه زريقه لان فيه الزرق، وبالفرنسيه دوغاد رويال لان الكلمه دوغي كتعني مذهب، لان في الماء كيبان بحال مذهب مع الصفوريه اللي فيه. سمك زريقه كيعيش في واحد العمق ما بين 10 حتى ل 500 متر في البحر الابيض المتوسط وفي المحيط الاطلسي. حاجه مهمه بغينا نقولوها، ان الحوت زريقه والانثى ديالو ملي كتبغي تبيض كدير عش، وكدير عش بحال العش ديال الفراخ، وكتبقى عاسه على البيض ديالها. تكلمنا على العش ديال الانثى الزريقه اللي كتبقى عاسه عليه بحال الفراخ، نتكلموا على البيض. هي راه كتبيض تقريبا في العام تقريبا 200 الف بيضه. كل مره في البرنامج ديالنا كنتكلموا مع الصياده، نعاود نقول لهم الى صيدوا حوت زريقه ناقص على 20 سنتيمتر رجعوا للبحر. ولكن هذه المره غنتكلموا مع الناس اللي كيديروا الغطس. الى لقاو عش كيشبه العشاش ديال الفراخ راه فيه 200 الف بيضه في العام، هي اللي غدير الثروه السمكيه ديال البلاد ديالنا. اذا يحافظوا عليها وما يقيسوهاش ويخلوها في بلاصتها. ايوا هادشي كله اللي قلناه راه غير باش نستهلكوا وبلا ما نهلكوا.